يا مساء الخير مشاهدي قنوات تايم سبورتس في كل مكان، وكل اخبار ومتابعات الالعاب الرياضيه المختلفه من داخل جميع الصالات ومن جميع الملاعب. ودايما شعارنا هنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. ضيف حلقتنا النهارده الكابتن هاني عبد المنعم، لاعب منتخب مصر السابق لكره السله وواحد من نجوم الجيل الذهبي لكره السله المصريه، واللي كان ليه صولات وجولات كبيره مع لعبه الثواني لعبه العمالقه. وحديثه مطول النهارده عن كره السله المصريه ومنافسات دوري السوبر المشتعل حاليا ومرحله الترتيب. انتظرونا ان شاء الله في الجزء الثاني من ملعب الابطال النهارده. حوار كبير مع ضيفنا عن كره السله الكابتن هاني عبد المنعم لاعب منتخب مصر السابق. انتظرونا حلقه نار مع واحد من الكبار. النهارده بمناسبه حديثنا عن الرياضه البارالمبيه واعلان جدول العام بالنسبه للجنه البارالمبيه، وصلنا دلوقتي طبعا حالا خبر تتويج منتخب مصر للكره الطائره البارالمبيه بكاس افريقيا عقب فوزه على منتخب المغرب بنتيجه 3-0 في المباراه النهائيه اللي جمعتهم مساء اليوم النهارده السبت في البطوله اللي استضافتها نيجيريا. وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه على المنتخب الجزائري ب3 دون مقابل في مباراة الدور نصف النهائي. طبعا أمس كانت مباراة نصف النهائي وفاز منتخبنا الحمد لله بعد ما حصل المنتخب الوطني على العلامة الكاملة في الدور الأول عقب الفوز على المغرب ثم كينيا وأخيرا نيجيريا بالنتيجة نفسها 3 مقابل لا شيء. منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس أو الطائرة البارالمبية وصل إلى باريس 2024. ألف مبروك للرياضة البارالمبية ولمصر طبعا. منتخب ده اللي حصل على فضية العالم هنا في مصر واللي كان لعب النهائي أمام المنتخب الإيراني المنتخب الشرس بطل العالم والبطل الأولمبي. طيب والنهاردة كمان وأنا بتابع الأخبار المنتشرة على المواقع والصحف المصرية طبعا لفت انتباهي خبر إن اللجنة البارالمبية أعلنت عن أجندة البطولات لشهر فبراير والمشاركات اللي طبعا نجومنا وابطالنا في جميع الرياضات هيشاركوا فيها ان شاء الله في الرياضات اللي بتشرف مصر، الرياضات البارالمبيه انا بقولها دايما. والرياضات دي طبعا بتشرف عليها اللجنه البارالمبيه المصريه. حتى الان عرفنا ان اللجنه البارالمبيه خلاص اعلنت عن الخطه لشهر فبراير. في بعض الرياضات تابعه لاتحادات خاصه زي الكره الطايره، وفي رياضات تانية ما زالت كرة الطائرة البارالمبية خاضعة للجنة البارالمبية، ولكن في لعبات تانية خاضعة للاتحادات العادية. يعني كرة السلة جلوس وكرة اليد والريشة الطايرة دول تابعين للاتحادات دي. يعني كرة السلة تابعة لاتحاد كرة السلة، السلة جلوس أو الكراسي المتحركة، ونفس الحكاية الهاندبول على الكراسي المتحركة، وزي ما كنا بنقول الريشة الطايرة تابعة لاتحاد الريشة الطايرة. طبعا الموضوع هنا عندي منقسم لجزئين مهمين. الجزء الاول هو ان ليه كل اتحاد مصري ما يعلنش عن الخطة العامة للمنافسات اللي هيشارك فيها من بداية العام، او خلينا كده زي ما اللجنة البارالمبية اعلنت الشهر ده او تعلن عن جدولها شهر بشهر، نعرف الاتحادات التانية عندها ايه برضو، هيشاركوا في البطولات ايه، البطولات اللي هيشاركوا فيها عشان نتابع ونعرف النتائج. لان ساعات بنتفاجئ ببطوله شاركنا فيها او شاركت فيها منتخباتنا ومحدش يعرف عنها حاجه. الموضوع على فكره مش صعب، سهل جدا، سهل واسهل من السهوله، لان كل اتحاد في كل جمعيه عموميه ليه او بيعملها بكل سنه بيكون حاطط خطه النشاط بتاعته وبيكون عارف هو السنه اللي جايه هيشارك في بطولات ايه، وده شرط في اي جمعيه عموميه بيعملها اي اتحاد. يعني لو في اتحاد مش عارض خطه النشاط بتكون الجمعيه العموميه باطله.
نفسي اشوف ده بصراحه، نفسي اعرف بكره انا هتابع ايه من منافسات، عندي بكره كذا وكذا هتابع ده، واحنا كمان نتابع مع حضراتكم ونوفيكم كل اخبار ابطالنا البارالمبيين، والاسبوع اللي جاي هتابع ابطالنا في رياضات ايه ونشوف النتائج اللي بتتحقق. يبقى كده عندي اجنده واضحه ومعلنه من الاتحاد عن نشاط الرياضه بتاعته اللي هيشارك فيها او المنتخبات اللي هتشارك فيها واللي بياخد ميزانيه من الدوله عليها، علشان نعرف هل هو فعلا نجح ان هو يحقق الهدف بتاعه او الهدف المطلوب، ولا نشاط اهو نشاط شغال وخلاص. فدي نقطه مهمه جدا، النقطه اللي بتكلم فيها في غايه الخطوره ومهمه للغايه، وبقول لكم لو الرياضه المصريه عايزه تمشي على الطريق الصحيح ونكمل في النجاحات اللي بتتحقق في الفتره الحاليه ونستثمر الامكانيات الكبيره اللي الدوله المصريه بتوفرها علشان نحقق نجاحات اكبر واكبر في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وكمان لو في حد عايز يتابع الابطال دول ويكون ليها او ليهم جمهور ويتابعوا، او الناس اللي بتحب الرياضات دي تتابع، والناس دي كتير خلي بالكم وبتحب نجومنا، بس للاسف ما بنعرفش مواعيد الحاجات دي، ما بنعرفش مواعيد البطولات دي عشان نروح ونتابعها. لو اعلنا عليها من بدري هنعرف المواعيد وهنعرف المنافسات وهتلاقي جمهور ومتابعين، وهنلاقي ناس بتتشد للرياضات دي. الرياضات دي والله بجد ليها طابع خاص، ليها متعة خاصة غير الرياضات العادية كمان، فالناس بتستمتع. موضوع بسيط يعني، موضوع فعلا بسيط بس ليه فوائد كتير، ولازم كل الاتحادات تعمل ده وتعلن عن خطتها سواء المحلية او الدولية. يعني لما اعلن النهاردة عن عندي جدول مباريات الشهر الحالي او الشهر اللي جاي او الشهر اللي بعده في جدول البطولات سواء محلي او دولي، موضوع سهل، لكن الموضوع كل واحد ماشي مع نفسه كده ومتداري، يعني هي مش شمعة عشان نداري عليها تقيد يعني صراحة. فلا ده نشاط رياضي معتمد وبتصرف له ميزانيه من الدوله، لازم نكون عارفين المواعيد دي وعارفين المنافسات دي امتى. ده شيء مطلوب، لان ساعات زي ما قلنا بنتفاجئ بان منتخب مصر كذا عمل ايه ده امتى الكلام، ما حدش اعلن ان في بطوله او في ناس مسافره او في ناس بتلعب، فبنتفاجئ بالنتائج دي. احنا عايزين نوصل لكم كل الأحداث الرياضية اللي بينجح فيها منتخباتنا أو ولادنا بشكل دوري، وإحنا في ملعب الأبطال بنتابع ده، بنتابع كل الأخبار دي وبنوفيكم بكل أخبار ولادنا وأبطالنا اللي بيرفعوا راية مصر. بالمناسبة دي بقى أنا بوجه تحية تقدير واحترام للجنة البارالمبية على الإعلان ده، وإنهم مهتمين يعرفوا أو يعرفوا الناس بالأنشطة اللي عندهم، ودي النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها النهاردة ان شاء الله. هو ده اللي بنتكلم فيه، اللجنة البارالمبية بتعلن عن عدد النشاط الانشطة اللي اللجنة بتقوم بيها وتنوعها، وان ده معناه ان فيه اهتمام كبير بذوي القدرات الخاصة وتنوع في الرياضات اللي بيشاركوا فيها. حاجة سهلة، العاب القوى مثلا بيشارك منتخبنا الوطني في بطولة الجائزة الكبرى فزاعة الدولية للألعاب القوى في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 ل 16 فبراير الجاري مثلا. كرة السلة زي ما هو موضح لحضراتكم كده على الشاشة، دي جداول أو الإعلان عن جداول المشاركات والمنافسات لمنتخباتنا البارالمبية. كرة السلة على الكراسي المتحركة، ينطلق الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة الدورة المجمعة الأولى على ملاعب جامعة المنيا خلال الفترة من 7 ل 9 فبراير. كرة القدم لقصار القامة، يبدأ الدوري العام لكرة القدم لقصار القامة الدورة المجمعة الثانية في نادي سيتي كلاب السلام 10 فبراير الجاري. كرة القدم للسم، تنطلق مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم للسم للموسم 2023-2024 في يوم 16 فبراير الجاري، وتقام المباريات يوم الجمعة من كل أسبوع على ملاعب الأندية المشاركة في الدوريين. طبعا السباحة البارالمبية، بتقام بطولة الجمهورية للناشئين للسباحة البارالمبية في نادي الصيد يومي 19 و20 فبراير الجاري، وفي بقى نشاطات كتير ومتنوعة الحقيقة. بتقول إن في نشاط وعدد ممارسين كبير
بنتمنى ليهم كل التوفيق والنجاح، ونشوف ابطال كتير لمصر وبيشرفونا وبيرفعوا راسنا وبيرفعوا علم مصر وبيسمعونا النشيد الوطني في البطولات والدورات الالعاب البارالمبيه، وده المطلوب، ده المطلوب. فنمشي كده بالخطه الثابته وباعلان النشاط بشكل عام علشان احنا كمان نقدر نتابع. وبمناسبه الحديث عن الرياضه البارالمبيه، كان هنا في بطوله مصر الدوليه لريشه الطايره البارالمبيه، واحده من البطولات القويه واللي مصنفه على المستوى العالمي، بتدخل ضمن التاهيل لدوره الالعاب البارالمبيه باريس. شهدت تالق مصري خالص بصراحه. ريشه الطايره البارالمبيه عامله شغل جامد جدا وعالي جدا بصراحه. طيب كملينا لقاءات، ملاعب الابطال كانت موجوده بكاميرتها هناك، تعالوا نشوف اللقاءات ونرجع نكمل حلقتنا تاني. Merhabalar. Ben Volkan Şener, Türkiye'den badminton milli takım antrenörüyüm. Organizasyonla ilgili. قول ان هو كان عنده فضول ناحيه مصر وانه جه مصر والناس استقبلته كويس قوي في المطار ولقى هنا التنظيم كويس قوي وحابين ان احنا نيجي مصر تاني. Bu yarışmada biz şampiyonluk bekliyoruz. هم عندهم منافستين، منافسه تشيرز ومنافسه اللي هي على الملاعب هنا في صاله 3، وان هم عايزين يوصلوا للبطوله تمام، وان هم طموحين ان هم يعني يكسبوا البطوله وياخدوها. هو اصلا المدرب بتاع البارولمبيك. من امبريس خورخي مورينو، هو واحد من ضمن ثلاث لعيبه في تيم كولومبيا اللي بيمثل البطولة الريشه الطايره الدوليه في مصر. وهو بيتكلم على ان المشاركه بتاعته يعني هو مبسوط بيها جدا، التنظيم رائع، الناس كلها بتساعده، في اهتمام كبير. غرض فرقه كولومبيا ومنتخب كولومبيا في البطوله دي طبعا ان هم يعلوا من التصنيف بتاعهم وياخدوا بوينتس كافية ان هي تخليهم يتأهلوا للأولمبياد. البطولة الثانية ليا هنا، لأن كانت في بطولة قبل كده في 2018 حضرتها، كانت بطولة دولية وبطولة أفريقيا، وكانت أول بطولة لذوي الاحتياجات الخاصة، والحمد لله كانت جميلة، كانت حلوة جدا. ودي البطولة الثانية دي هنا لينا في مصر، والحمد لله التنظيم فيها كويس، والحمد لله دي إن شاء الله تأهلنا بقى البطولة الثانية إن شاء الله بإذن الله. لعبة ريشة الطايرة لعبة ممتعة جدا في لعبة. انا كزينب بحبها جدا. التنظيم رائع، يعني ان هي بطوله وتقام في مصر دي حاجه رائعه جدا، والاهتمام دلوقتي بينا بقى زياده شويه عن الاول. شايفه ان انا يعني ده تحفيز ليا اكتر ان انا اشارك في البطولات، وان شاء الله ربنا يعني يكرمنا ونوفقنا في البطوله دي ونتاهل اولمبياد باريس 24. بطلت منتخب بقالي 4 سنين تمام، بس ربنا ما وفقنيش ان انا اسافر بره. بس اول جمهوريه في مصر. الاول مثلا بنزل منتوشه قبلها، بلعب كويس، بضغط على نفسي اكتر من الاول، اذا كان بدني اذا كان تمرين اذا كان اي حاجه. نيجيريا، اوغندا، ده بسم الله ما شاء الله دوت اللي معايا في الكلاس بتاعي. امال انا ان شاء الله خير. يمكن البطوله ديت من اهم البطولات دلوقتي، لان تعتبر دي اخر بطوله دوليه للتأهيل لباريس 2024، وبعديها على طول بطولة العالم إن شاء الله الشهر الجاي. فدي آخر محطة أتمنى إن احنا نعمل فيها نتيجة كويسة قوي، وإن احنا نحقق فيها على قد ما نقدر. أنا بالنسبة لي دي خطوة كبيرة ومهمة قوي، مستوى كبير، أول عالم موجودة، تاني عالم موجودة، من العاشر للخمستاشر موجودين. ومن نفس البطولة كان لنا لقاءات مع بعض المسؤولين في الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لريشة الطائرة. تعالوا نشوف قالوا ايه عن بطولة مصر الدولية لريشة الطائرة البارالمبية ونرجع تاني. هذه تقام لأول مرة على مستوى قارة افريقيا تحت اشراف الاتحاد الدولي للبادمنتون، والحقيقة بمشاركة 25 دولة، كل الدول بتحب تيجي مصر نتيجة للأمن والأمان الذي تعيشه جمهورية مصر العربية. الحقيقة الاهتمام بهذه الفئة، لأن هذه الفئة أعتقد أن ربنا بيحرسها ويحميها، وعلشان كده الاتحاد الدولي اختار ما بين 250 دولة، اختار مصر عشان تنظم هذه البطولة على قارة افريقيا بالكامل. وكان وانا كمسؤول
عن الاتحاد المصري بوعد ان هذه البطولة ان شاء الله سوف تقام كل عام. دي النسخة الاولى الحمد لله رب العالمين في افريقيا، احنا اول دولة هننظم التنظيم الرائع ده، في اشادة عالمية جدا من مندوبين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي لدرجة انهم متخيلين ان هي بطولة عالم مش بطولة دولية، فالحمد لله قدرنا نجتهد وننظم بطولة كويسة ومشاركة 25 دولة 140 لاعب من مختلف العالم كله، بطولة مؤهلة للبارا بادمنتون باريس 24، فبطولة ذات حدث كبير يعتبر بالنسبة للبارا بادمنتون بالريشة الطيبة. ده حجم كبير جدا من الدول المشاركة بثقة المصري طبعا الدولي والإقليمي بالبنية التحتية الرائعة اللي احنا شايفينها وبنتمتع بها كمصريين. الإقبال حاولنا نعمل حفل افتتاح في القرار المصري شعبي على اساس يشوفوا مصر، ننقل نقله للمصر كويسه، الامور ماشيه كويس في الاتجاه كويس، الناس مبسوطه جدا، اقامه كويسه، ملاعب كويسه، انتقالات كويسه، موفرين كل الامكانيات ومسخرينها لنجاح البطوله. اول تنظيم للاتحاد المصري للبطوله البارالمبيه، الحمد لله يعني فزنا بتنظيمها قبل الاولمبياد بتاعت باريس، ودي طبعا الريس بتاع باريس كبدايه اول مره كنسخه تتعمل في العالم، دي حاجه محترمه جدا، حتى اهتمام الاتحاد الدولي باللي مصر تنظم بارالمبيه في وقت دوت كاول بطوله، ده عشان ثقتهم بقدره مصر والاتحاد الطايره المصري على جودته في تنظيم البطولات والفعاليات. بالنيابة عن اتحاد لعبة الريشة الطائرة أعرب عن سعادتي لوجودي هنا في مصر في النسخة الأولى لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذه البطولة، هم يقومون بعمل رائع، هناك بعض الأشياء التي ينبغي تعلمها ولكن كنقطة بداية كل شيء أكثر من رائع. هذه هي آخر بطولة للريشة الطائرة قبل الوصول إلى باريس لمعظم هؤلاء الرياضيين، لذا هي فرصة هامة لهم ليتمكنوا من الحصول على نقاط ترتيب كجزء من عملية التأهيل لباريس. ليست كل الفرق المشاركة هنا ستشارك في بطولة باريس لعام 2024 للألعاب الأولمبية، حيث يجب عليهم الدخول في عملية التأهيل ويتمكنون من حصد نقاط الترتيب من خلال المنافسة في هذه البطولة، لذا فهي بطولة هامة لأنها المسابقة الأخيرة قبل بدء بطولة كأس العالم الشهر القادم، لذا فإن هذه البطولة تعد فرصة جيدة للاعبين للحصول على نقاط متقدمة في الترتيب. التنافسية أمر هام الرياضيين، فإذا شاهدت اللعبة ستعشق الاستمرار في مشاهدتها، فالرياضيين هنا يتميزون بمهارة كبيرة، يتدربون بمنتهى القوة، وأعرف بعض منهم وبصفة خاصة من مصر حيث الفرصة الأولى للمنافسة في البطولة الدولية، وليس لدي شك بأنهم ستطورون يوما بعد يوم إلى الأفضل. وبمناسبة اشتعال دوري السوبر لكرة السلة، سؤال حلقتنا النهاردة بعد مرور 6 جولات من الدور الترتيبي، من ترشح للفوز بدوري سوبر السلة؟ شوف كده الترشيحات من حضراتكم. سامي علي بيقول بعد فوز الأهلي على الزمالك في 100 عقبة ثم الفوز على الاتحاد السكندري في الإسكندرية دوري كرة السلة أهلاوي إن شاء الله. مصطفى كامل بيقول الزمالك إن شاء الله. حنان سامح هتوقع فوز الاهلي حامل اللقب بالفوز ببطوله دوري كره السله المصريه هذا الموسم. حسن محمود بيقول الزمالك ان شاء الله. عمر ابو العز الاهلي في كل البطولات سواء كره القدم او سله وبالتوفيق للاهلي. دي كانت اخر توقعاتكم او اخر ترشيحاتكم، اتمنى نشوف دوري سوبر على اعلى مستوى. كل حلقه بيكون معانا بطل او اسطوره رياضيه كتبت تاريخ في مسيرتها الرياضيه، واسطوره حلقتنا النهارده لاعب الجودو الفرنسي او اسطوره الجودو الفرنسي تيديو ريني، حاصل على 5 ميداليات في دورات الالعاب الاولمبيه. تعالوا نتعرف على تيديو ريني وعلى مسيرته اللي فيها 70 ميداليه في كل البطولات.
تعالوا نتعرف على عناوين اخبار حلقتنا النهارده. منتخب مصر للتنس يتأهل إلى المجموعة العالمية لكأس ديفيس. استاد القاهرة يستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش. منتخب المصارعة الرومانية يستعد لبطولة أفريقيا بمعسكر في أوزبكستان. طائرة سبورتينج تفوز في أول مباريات دورة الألعاب العربية للمرأة. دوري سوبر السلة يشتعل في المرحلة الترتيبية. مواجهة قوية بين لين تشو وشنايدر في نهائي تايلاند المفتوحة للتنس. دي كانت العناوين. فاصل قصير ونعود للتفاصيل. نستأذنكم لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. منتخب مصر للتنس الأرضي بيحقق إنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخه بالتأهل للمجموعة الأولى العالمية من كأس ديفيز للتنس بعد الفوز على منتخب الإكوادور بنتيجة 3-0 والمواجهة اللي أقيمت على المواجهات التي أقيمت على ملاعب نادي الجزيرة. واختتمت النهاردة بتأهل تاريخي لأول مرة في تاريخ اللعبة. حسم بطلنا محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس المباراة الأولى بنتيجة 2-1 أمام اللاعب ألفارو ميزا في مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و37 دقيقة. وفي المباراة الثانية حسمها اللاعب المصري عمرو العصراوي بنتيجة 2-2 أمام اللاعب إيميليو جوميز. بينما حسم الثنائي المصري محمد صفوت وكريم مأمون مباراة الزوجي اليوم بمجموعتين دون رد في مباراة استمرت 120 دقيقة ليتأهل منتخب مصر إلى المجموعة العالمية الأولى بشكل رسمي. طبعا مواجهات قوية في تصفيات كأس ديفيز لأول مرة التأهل للمجموعة العالمية والمجموعة الأولى العالمية في كأس ديفيز للتنس. من إن شاء الله كده نشوف التنس يحزو حزو الاسكواش. الموضوع صعب ولكن ان شاء الله نشوفها باذن الله. وكالعاده كاميرا ملعب الابطال كانت متواجده. تعالوا نشوف اللقاءات ونرجع تاني. انا حريص جدا اني اتعاون مع اي حد يجي يعمل عندنا اي فعاليات محترمة يعني. وطبعا اتحاد التنس وماتشات كاس ديفيس ومنتخب مصر طبعا دي حاجة يعني كلنا بنتمناها. من امبارح والماتشات صعبة جدا والنتائج كانت مهتزة ما اكذبش على حضرتك. يعني امبارح كنا كسبانين 3-0 في اول جيم وفجأة يعني خسرنا السات الاولاني. بعد كده كنا 5-0 وفجاه راح مننا الماتش وبعدين رجعنا كسبنا في الاخر. فالماتشات كانت مهتزه شويه ما اكذبش على حضرتك. بس فريق مصر في الاخر في الاواخر على طول بيلم نفسه. احنا تعبنا كتير قوي عشان نوصل للمرحله دي ووصلنا قبل كده للبلاي اوف بتاع جروب 1 وما عرفناش نوفق. بس المره دي جهزنا احسن وعملنا البريبريشن بتاعنا وعملنا الاعدادات بتاعتنا وعرفنا نتحكم في اعصابنا عشان المباراه كانت فيها تقلبات كتيره. بس الحمد لله اللي احنا عرفنا نخلص الماتش في مجموعتين. صراحه دعم الجمهور والميديا والاتحاد صراحه بيساعدنا جدا. المباراه دي اصلا كانت المفروض تبقى هناك في الاكوادور، كانت مش هتبقى سهله بفرق التوقيت مع المناخ وكده.
فيا رب تفضل هنا يعني، يا رب يبقى حظنا حلو ويجي لنا بس قرعه حنين عشان جروب 1 هيبقى فيها ناس اجمد يعني. طبعا المباراه كانت يعني فيها اثاره كتير من امبارح والنهارده، بس الحمد لله قدرنا، ربنا وفقنا والجمهور والملعب وكل حاجه كانت في صالحنا، وقدرنا ان احنا نكسب المباراه 3-0، وقدرنا ان احنا نتاهل المجموعه الاولى من كاس ديفيس. انا وكريم نعرف بعض، ونحن عندنا 12 سنه لعبنا مع بعض كتير، دلوقتي احنا بنساعد بعض بنحاول نطلع الجيل الصغير الطالع، بنحاول ننقل خبراتنا، فاحنا من بعض دلوقتي عندنا من الخبره بنحاول ندي معلومات لبعض، نحاول نساعد بعض على قد ما نقدر، لان بالنسبه لنا دي حاجه مهمه ان احنا نطلع اجيال تشيل من بعدنا، وان احنا نقدر نعمل حاجه تسهم مصر. مبروك لمنتخب مصر التنس، اتمنى ان شاء الله كده التاهل يعني يكون له ثمار، وان شاء الله انجاز بعد انجاز للتنس المصري. نروح لاخبار السلاح. اداره الاتحاد المصري للسلاح برئاسه عبد المنعم الحسيني استقرت على اقامه بطوله كاس العالم لسلاح الشيش فرق وفردي رجال وسيدات، واللي بتعد ضمن البطولات المؤهله لاولمبياد باريس 2024 في الصاله المغطاه باستاد القاهره الدولي. وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة رقم 1 و2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى نحو 500 لاعب يمثلون 40 دولة. يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي، حيث قامت مصر باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح خلال شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في مصر والشرق الأوسط بمشاركة 135 دولة. السلاح المصري انتظروه في أولمبياد باريس، عندنا بصراحة عناصر مبشرة اللي إن شاء الله تعود المبارزة لمنصات التتويج إن شاء الله. نروح لأخبار المصارعة. منتخب مصر المصارعة الرومانية غادر صباح اليوم متجه لأوزبكستان للمشاركة في معسكر مغلق استعدادا لبطولة إفريقيا، واللي بتستضيفها مصر إن شاء الله ببرج العرب بمدينة الأسكندرية خلال الفترة من 14 وحتى 24 مارس المقبل. البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبالتالي منتخبنا الوطني لازم يستعد بشكل جيد عشان يقدر من خلالها يحقق نتائج تقدر تؤهل اكتر عدد من اللاعبين لاولمبياد باريس، اللي حتى هذه اللحظه حسمنا تاهل لاعب واحد فقط او مصارع واحد، هو بطلنا عبد اللطيف منيع، واللي تاهل عن طريق بطوله العالم بعد حصوله على الميداليه البرونزيه. المنتخب غادر للمعسكر بسبع لاعبين، مؤمن حسين وهيثم فهمي ومصطفى حسين ومحمود خالد ومحمد مصطفى ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع، ومن المقرر ان هيلحق بيهم ان شاء الله محمد ابراهيم كيشو يوم الثلاثاء المقبل عشان الانضمام الى المعسكر اللي هيستمر حتى يوم 17 فبراير الجاري، وبعدها هيرجع المنتخب لمصر عشان يدخل في معسكر مغلق في اسكندريه. ده بالنسبه للرجال، اما السيدات فدخلوا معسكر مغلق من الان في الاسكندريه حتى انطلاق البطوله الافريقيه. ان شاء الله كل التوفيق لمصارعينا، وايضا ان شاء الله نشوف ميداليه في المصارعه في باريس القادمه. بكده خلصت تفاصيل اخبار العابنا الفرديه، هنروح نتعرف على اخبار العابنا الجماعيه. اوه قويه قوي، اوه روعه كبيره في غفله دفاعيه. ودي كرة حلوة قوي قوي. والهجوم الخاطف يا 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 يا. من أخبار الكرة الطائرة للسيدات، حاليا بتقام منافسات دورة الألعاب العربية للسيدات المقامة في مدينة الشارقة في الإمارات، والتي تقام خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير الجاري، ويشارك فيها في منافسات الكرة الطائرة نادي سبورتينج اللي نجح في تحقيق الفوز النهاردة في أولى مبارياته
في المجموعة أو في البطولة على فريق أكاديمية فاطمة بالشارقة بنتيجة 3-0. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-19، 25-3، 25-10. ويتواجد نادي سبورتينج ضمن المجموعة الأولى مع أندية أكاديمية فاطمة الإماراتي، أكاد عنكاوا العراقي، وبيلوس اللبناني. فريق طائرة السيدات لسبورتينج هيخوض ثاني مبارياته يوم الاثنين القادم أمام الفريق اللبناني في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات والثامنة بتوقيت القاهرة طبعا صباحا. سبورتينج في مواجهة نظيره أكاد عنكاوا العراقي يوم الخميس الموافق 8 فبراير المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحا بتوقيت الإمارات والتاسعة صباحا بتوقيت القاهرة. كل التوفيق لسيدات الطائرة بنادي سبورتينج ممثلي مصر في دورة الألعاب العربية للأندية للمرأة، واللي طبعا من وجهة نظري بطولة مهمة جدا وحدث مهم علشان منح المنافسة للسيدات بشكل أكبر وشكل يساهم في تطوير مستوى رياضات السيدات. هنروح لأخبار دوري السوبر لكرة السلة، واللي بصراحة بتشتد المنافسة فيه في الفترة الحالية مع الاقتراب من ختام الدور الأول لمرحلة الترتيب، اللي بناء عليه هيتم تحديد الترتيب علشان خوض مباريات البلاي أوف أو اللي هما طبعا الخمس مباريات بيست أوف فايف الحاسمة طبعا للقب. بكرة الحد هتقام مباريات الجولة السابعة لمرحلة الترتيب اللي بيشارك فيها 8 أندية، وده طبعا ودي ختام الدور الأول للمرحلة الحالية. طبعا هتشهد مواجهات بكرة إن شاء الله الأهلي وأمام سموحة الساعة 6:00 مساء، هليوبلس أمام الاتحاد السكندري الساعة 6:00 مساء أيضا، سبورتينج أمام الزمالك الساعة 6:00 مساء، وآخر مباريات بكرة هتقام الساعة 8:00 مساء الجزيرة أمام الاتصالات. مباريات مهمة هتحدد بشكل كبير اتجاهات الترتيب، رغم أن لسه في دور كامل طبعا العودة، ولكن اتعودنا مع نهاية الدور الأول بيكون واضح الترتيب الأولي لصالح مين. كانت امبارح مباريات قوية أقيمت في البطولة في الجولة السادسة واللي جت نتائجها كالتالي: فوز الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 86-53، الجزيرة فاز على هليوبلس 66-56، فوز سبورتينج على سموحة بنتيجة 71-60، والأهلي فاز على الاتحاد السكندري 84-78. ويعني المباريات دي هي اللي بتكمل المسيرة، مسيرة طبعا السوبر، مسيرة الدوري المصري. في حاجة كمان، كل أما المباريات المحلية تكون شديدة وقوية وفيها المنافسة، كل ما يكون عندنا منتخب قوي كمان ويطلع لينا أو يطلع المستوى أفضل وأفضل، وده اللي احنا شايفينه حتى في كرة السلة في الفترة دي. وكلينا في ملعب الأبطال لقاء مع كابتن أحمد الجرحي المدرب العام للنادي الأهلي بعد مواجهات أمس. تعالوا نشوف اللقاء ونرجع كده. الحمد لله رب العالمين، طبعا بشكرك طبعا على المباركة، والحمد لله رب العالمين على المكسب. مكسب مهم النهاردة، يعني اللي بيكسب فينا بيتصدر. فبتلعب الاتحاد في اسكندرية مباراة كبيرة، فريق كبير طبعا مع جهاز فني على أعلى مستوى. فالحمد لله يعني اللعيبة النهاردة أدت نسبة كبيرة من التعليمات اللي اتقالت لها، والحمد لله المكسب مهم. أهم التعليمات إن أنت لازم تبقى هادي من جواك، تلعب أجريسيف، تلعب طف، تلعب جامد يعني، بس المهم ان انت تكون هادي من جواك ومركز في الكلام اللي احنا قايلينه سواء في الديفنس او في الاوفنس. فالحمد لله اللعيبه يعني نفذت. ممكن الشوط الاولاني او الكورت الاولاني ما كناش كويسين قوي دفاعيا يعني اكتر، بس الحمد لله تداركنا الموضوع ده في الكورتر الثاني والثالث والرابع الحمد لله. يمكن احنا يعني ممكن نكون فوزنا على نادي الاتحاد في كذا بطوله او السنين اللي فاتت دي في بطولات او في ملاعب كتير، بس بقى لنا فتره ما كسبناش اتحاد في ملعب الاتحاد، فده كان فوز يعني ليه مذاق خاص، يعني ان انت تكسب الاتحاد زي ما اكيد هو بيحب يكسب الاهلي في الاهلي او الزمالك في الزمالك، وانا بحب اكسب الزمالك زي يعني ماتشات يعني انت عارف ديربيات وكلاسيكو زي ما بيقولوا. ففوز مهم الحمد لله، فوزنا على الزمالك في ملعبه وسبورتينج والاتحاد، ودول تقريبا اكتر منافسين على البطوله السنه دي الحمد لله.
فيا رب بقى تكمل على خير ان شاء الله. ومش معنى ان احنا فوزنا هنا ان احنا المكسب مضمون على الزمالك والاتحاد والسبورتنج في ملعبنا. ممكن تلاقي الثلاث نتائج دول اتعكسوا لو ما اشتغلناش ودينا الجيم اهميته، لان هو فعلا احنا مش بنديله اهميته عشان نبقى احنا بس مركزين، عشان هم فرق كبيره وفرق محترمه وفرق عندها يعني سكواد عالي جدا، فلازم تدي الجيم احترامه بحيث ان شاء الله يعني عندنا هدف ان احنا نفنش في الريجولر سيزون ده ان شاء الله اول ان شاء الله قبل بلاي اوفس. طبعا بنتائج امس المنافسه على الترتيب اصبحت مشتعله، وفي الصداره طبعا فريق الاتحاد السكندري ب 11 نقطه من 6 مباريات، وفي المركز الثاني الاهلي برصيد 10 نقاط من 5 مباريات. ليه طبعا مباراه مؤجله امام الجزيره لسه هتتحدد او حدد موعدها بعد نهايه مباريات بكره. وفي المركز الثالث فريق الزمالك برصيد 10 نقاط، مركز رابع سبورتنج برصيد 10 نقاط، ولكن فارق الاهداف او فارق النقاط لصالح نقاط الباسكت لصالح الاهلي. وفي المركز الخامس فريق سموحه برصيد 8 نقاط، وفي المركز السادس الجزيره ب7 نقاط، المركز السابع هليوبلس ب7 نقاط، وفي المركز الثامن والاخير المصريه للاتصالات ب6 نقاط. منافسات صعبه، ودايما دوري السوبر لكره السله بيكون صعب بصراحه، ما تقدرش تحدد مين اللي هيفوز باللقب، واعتقد ان المنافسه هتكون اصعب الموسم الحالي، والزمالك والاتحاد منافسين اقوياء للاهلي حامل اللقب، وده يعني اللي احنا عايزينه، المنافسه تشتعل، المنافسه تكون قويه. ليه؟ لان المجد للابطال والمتعه للجمهور. بكده خلصت تفاصيل اخبار حلقتنا النهارده، هنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيف حلقتنا النهارده كابتن هاني عبد المنعم لاعب منتخب مصر السابق لكره السله، حديث مطول عن دوري السوبر وحديث مطول عن كره السله المصريه. بعد الفاصل انتظرونا. جزء من الثانية تتغير الأحداث، في تصويبة تتغير كل الأمور، إنها كرة السلة لعبة الأجزاء من الثانية، لعبة العمالقة. النهارده هنتكلم عن دوري السوبر لكرة السلة وكرة السلة المصرية بشكل عام مع كابتن هاني عبد المنعم أحد نجوم منتخب مصر السابق. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا إبراهيم؟ نور الدنيا. ربنا يخليك ليك وحشة والله يا كابتن. قناة أون عاملة الواجب في تخطيط كرة السلة. ده يعني دايما كرة السلة بتمتعنا. هي امتع لعبه في الكون بالنسبه لي انا شخصيا يعني. والله بص بالنسبه لناس كتير وانا واحد منهم. يعني لما نتكلم عن اكبر كوره واصغر هدف. اصغر هدف واكبر كوره واحداث متلاحقه طول الوقت، ما تقدرش تقعد، لازم في حاجه بتتعمل. يعني بتحس بالخيال العلمي فيها شويه. طيب بدأ مع دوري السوبر كده والماتشات اللي فاتت اللي حصل، خصوصا ماتش الاهلي والزمالك. ماتش اللي انتهى في اخر جزء من الثانيه ب فلوتر عمرو الجندي. يعني هو الاهلي كسب ماتش الزمالك بخبره النادي الاهلي. يعني بفارق خبره اللعيبه في النادي الاهلي اعلى كتير من اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، بس طبعا لازم طبعا نقول ندي لنادي الزمالك حقه برضو، ان يعني المجموعه اللي موجوده بذلت مجهود في الملعب، الولاد صغيرين لسه في السن عندهم الحماسه، بس ما كانش عندهم الخبرة في المحافظة على المكسب، ففي النهاية النادي الأهلي تفوق بقدرات لعبته وخبرتهم ان هم يكسب الجيم. عشان تكسب الماتشات مش بس أداء بس في الملعب، لازم يكون عندك خبرة برضو. هو في معظم اوقات المباراه كان الزمالك، كان الزمالك متفوق. ماشي فايد طول الوقت. كان فايد ب 12 13 14 بونت كمان. يعني هو يمكن الجيم سرح منه في الاخر في الكوارتر الرابع،
برضو فرق خبره، مفيش العناصر الموجوده في نادي الزمالك ما عندهمش الخبره الكافيه ان هو ايه يخلص الماتش يعني، فاهمني؟ دي بتبقى محتاجه لعيبه برضو خبرتها في الملعب اعلى شويه. بس كابتن وائل بدر عامل اعاده ترتيب لاوراق كده فريق نادي الزمالك بشكل كويس، ما لا خلاف يعني، هو يعني وده اللي احنا عايزينه، اشتداد المنافسه، مش اقلانا بالكابتن احمد مرعي. طبعا الكابتن احمد مرعي من القامات اللي موجوده في كره السله المصريه. طبعاً حصل خلاف بينه وبين اداره نادي الزمالك، هم في خلاف مش خلاف فني، ده خلاف في حاجات خارج الفنيات. وائل بدر من ابناء نادي الزمالك، من اللعيبه اللي كانوا لعيبه مميزين، كان بوينت جارد مميز بالنسبه لنادي الزمالك وبالنسبه لمنتخب مصر طبعا. يعني وائل بدر انا يمكن عاصرته حتى كمان، انا كنت يعني وانا كنت في الاتحاد، كنت يعني في اتحاد الباسكت، كنت مشرف عام منتخبات قوميه، لعب معايا بطولتين يعني في افريقيا. وائل من الرجاله اللي تعتمد يعني يعتمد عليه جدا جدا، بالتاكيد طبعا. فهو حد عنده باسكت كويس يعني، وده اللي خلى كمان هنريك رودل يجدد الثقه في وائل بدر مع المنتخب. طبعا طبعا عندي تحفظ انا على موضوع ان احنا بنجيب حد يعني برضو مش على هنا يعني مش على المدرب في حد ذاته، ان المرحله اللي جايه دي مصر هتاخد التصفيات المكمله الملحق العالمي للاولمبيك جيمز. مشوارنا صعب يعني، مشوارنا صعب، فرص ان احنا نوصل قليله جدا جدا، انت كان تكون معدومه يعني. خلينا واقعيين، ما احنا بنتكلم، احنا هنلعب برضو كلاس ايه من اوروبا، فده مش احنا لسه مش في الليفل ده يعني. احنا هنلعب ماتشات ونعمل جيم وكل حاجه، بس لسه احنا مش في الليفل ده. فالنهارده انا افضل ان كان يطلع مدرب وطني يستفيد بالخبره، يستفيد بالاحتكاك، ليه لا؟ انت فاهمني؟ انا مش فاهم ايه وجهه النظر يعني. انا وجهه نظرك تحترم يا كابتن وليك الحق يعني. فالنهارده انت بتجيب مدير فني اجنبي علشان مرحلة انت ما عندكش فيها امل كبير يعني. انا بتكلم ان احنا طب ما انا حدي اخلي مدرب من المدربين الوطنيين، حتى من المدربين اللي هم طالعين يعني. موائل بدر النهارده ما هوش صغير، ولا حتى ما يعني حتى الاسماء اللي موجودة في الدوري المصري، المدربين المصريين الباسكت بول، خلاص احنا مسألة ان حد اجنبي يجي انا مش شايف فيها افضلية، لان خلاص المعلومة بقت متوفرة للجميع. يعني النهاردة بالبرامج يعني التواصل الاجتماعي فاتح الدنيا، عايز اي معلومة موجودة على النت يعني. النهاردة اي مدرب النهاردة شغال في الفيلد بتاع التدريب بتاعه محتاج معلومة، محتاج يشوف دريلز، محتاج يشوف اي سيمينارز، الكلام ده كله بيتعمل اونلاين يعني. مفيش حاجة النهاردة مش محتاج تسافر عشان تروح تستفيد بمعلومة. طبعا مطلوب برضو ان الناس تحضر، تروح تحضر دورات وكلام من ده، بس انا بتكلم النهاردة ان كل المدربين اللي شغالين في قطاع الدوري العام المصري عندهم معلومات، وكلهم مدربين محترمين جدا، ويقدروا ان هم يقودوا اي فرقة. فيعني بنتكلم حتى كابتن اشرف توفيق، كابتن احمد مرعي، كابتن وائل بدر، كابتن رامي جنيدي النهارده في هليوبلس برضو محقق حاجات كويسه، كابتن الكرداني، كل دول شباب، كابتن طارق خيري، كل الناس دي عندهم باسكت. ايهاب الالفي يعني عندهم باسكت كويس جدا، لعيبه دوليين سابقين، عندهم احتكاكات عاليه. لازم احنا انا بقول ده وجهه نظري الشخصيه يعني، ده الناس بقى تاخدها زي ما تاخدها يعني. انا افضل ان انا ازق ابناء بلدي ان هم يتحملوا المسؤوليه ويقودوا، هم دول اللي بيوصلونا، لان ده قلبه على الموضوع، غير اللي جاي يقبض بس وخلاص، خلاص خلصنا 3 4 اشهر وهيمشي. انا النهارده اللي قلبه على الموضوع هيبقى محتاج يعمل نجاحات هو ابن البلد النهارده. ليه انا ما اديش فرصه للناس يعني؟ وجهة نظر حضرتك تحترم، وليك يعني الاريحيه في ابداء وجهة النظر معايا. ما انا عارف، انا بقول لك النهارده الدوري العام المصري النهارده يعني يمكن طبعا ما عدا اوجوستي، طبعا اوجوستي في النادي الاهلي، بس اوجوستي عنده ميزه ان اوجوستي عنده فرقه متكامله يعني. فرقه النادي الاهلي فريق ما شاء الله حاجه محترمه جدا يعني، جميع عناصره عناصر خبره وعناصر مهاريا عاليين جدا بشويه نظام بيحققوا اعلى نتائج يعني. فرقه النادي الاهلي في وجهه نظري انا الشخصيه ان هو احسن فرقه دلوقتي موجوده في الدوري العام المصري هي فريق النادي الاهلي
يعني كعناصر لعب، يعني عنده في السناتر عنده البوزيشن ده، عنده اتنين لعيبه كويسين جدا، عمر طارق عنده ومصطفى كيجو دلوقتي، مصطفى كيجو ومعاهم سيف سمير طبعا، بس سيف مصاب لسه ما رجعش، يعني البوزيشن ده حد احجامهم كبيره، يعني دي لعيبه تقال. بقيه البوزيشنات كلها فيها لعيبه خبرات عاليه جدا جدا، ولعيبه تعرف تكسب الجيم في اي لحظه، تمام، ما لهمش يعني فاهم. ففرقه النادي الاهلي فرقه متزنه، فرقه متوازنه، فيها كل العناصر اللي موجوده. كذلك فرقه نادي الاتحاد، فرقه نادي الاتحاد. انا بس عايز ارجع لنقطتك، اتفضل. اتكلمت على الخواجه مع المنتخب، اتكلمت مع الخواجه مع الاهلي، يعني كده الناس ممكن تقول لك كابتن هاني عنده خيار وفقوس. لا، ما بلاش الخواجه خالص بقى. انا في رايي الشخصي لو بما تمر به مصر النهارده في ظروف اقتصاديه طاحنه، ما فيش حاجه اسمها خواجه. احنا بندفع للناس دي دولارات ليه؟ عشان نعمل ايه؟ كلام بالنسبه لي انا غير منطقي وغير مقبول. النهارده حضرتك النهارده حتى في اي رياضه، مش كنت سلبك. انت فتحت كده باب من النيران دلوقتي. لو ماله براحتك. ما انا بقول لك النهارده في اي رياضه من الرياضات احنا عندنا ازمه، احنا النهارده في مصر بنواجه ازمه اقتصاديه طاحنه على الجميع. العمله الصعبه اكيد. طبعا النهارده انا عندي ليه وعندي لعيبه حتى اجيب لعيبه محترفين ليه دلوقتي؟ ايه عشان ايه الغرض؟ ما احنا لازم يكون دايما في قدامنا هدف. عايزين نوصل بالحته الفلانيه دي للحته الفلانيه. فانت عندك خطه وبتشتغل على اساسها. النهارده انا بعمل ده ليه؟ انا النهارده الدوري بتاعنا مثلا، ما هو الدوري النهارده من غير جمهور اساسا، يعني انت ما عندكش حتى يعني ما بتدخلش من الماتش ده جنيه. فالنهارده وجهه النظر ايه؟ انا اعلي مستوى الدوري لما يكون في مشاهدات ويكون في جماهير موجوده في الملعب وناس بتدفع تيكتس وجايه بتتفرج على حاجه، ويعني تبقى في ايراد، فبالتالي بقدر اصرف على اللعبه. انما انا النهارده وده موضوع برضو عايزين نثيره النهارده، ان مدرجاتنا خاليه. ليه خاليه؟ برضو ده موضوع لازم يتناقش. هو ليه؟ هو ممكن يكون الموضوع امني اكتر يعني. لا، ما فيش حاجه اسمها امني. ما انت عندك لسه بطوله الهاندبول خلصانه، الملعب كان فيه 20,000. لان دي حاجه دوليه. ما فيش حاجه اسمها كده. ما هو امني بامني. لا كابتن، بس في حاجه بس التوضيح يعني. بان البطولات الدوليه دي تابعه للاتحاد الافريقي وبيشترط حضور الجمهور. هي بطوله واحده اللي كانت ممنوعه طبعا ايام كورونا دوليا يعني. ما هو انا هقول لحضرتك حاجه، ما احنا محليا النهارده هي تابعه للجهات الامنيه. خلينا ناخد النقطه اللي بعدها. لا، الدوله النهارده وفرت لك سبيل انك انت تدخل الجمهور. بقى في سبيل كنترول اللي هو النهارده تذكرتي موجوده ومعانا الفان اي دي. تمام. فحضرتك النهارده بقى معلوم حضرتك مين؟ انت داخل عايز تشوف ماتش، بتدفع تذكره، معاك الفان اي دي بتاعك، الكرسي بتاعك مترقم على رقم التذكره، اي حاجه حصلت شغب انا هعرف اعرف انت مين وهعرف اوصل لك. فالنهارده الجزء ده اتغطى. والا طب ايه يعني تذكرتي موجوده ليه؟ اتحل الموضوع ان شاء الله، يتحل الموضوع ده. خد بالك احنا بقالنا فتره طويله من غير جمهور. وده موضوع فعلا بيخلي الرياضه ملهاش طعم. النهارده الملاعب كلها لو ما فيش جماهير جايه بتتفرج على اداء اللعيبه حتى نفسه بيقل. انت لما بتلعب قدام جمهور حاجه تانية خالص. فالنهارده حتى اللعيب بتاعك ما بقاش مؤهل انه بيلعب في وسط جماهير وكلام ده، في ده صوت ودوشه وناس مبسوطه وناس بتزعق يعني فاهم، اجواء تانية يعني غير خالص ان ملعب هس. طب هس ليه؟ طب ما احنا عندنا في سبيل ان احنا نقدر نتبعه. تمام، ليه ما بنتبعوش؟ ان شاء الله كده ده سؤال يكون ان شاء الله اللي جاي بالجمهور يعني. هو دايما احنا حتى فاكر اون سبورت بتنقل المتعه للجمهور داخل البيت. بالنسبه للجمهور ده الاون سبورت ماشي. احنا بنمتع الجماهير بتاعتنا يعني دايما يعني. طيب هرجع تاني لنقطه المدرب الاجنبي. حضرتك قلت هنريك رودل الوقت ده او المدرب الاجنبي عامه للمنتخب في ظروف الملحق العالمي للتاهل لباريس بلاش، ملوش اي لازمه عشان طبعا يعني التوفير ففي ناس تقول لك طب ما ممكن احنا ربنا يكرمنا ونتاهل، بس المعطيات مش انا اللي بقول او يعني حتى اداره الاتحاد بتقول ان الموضوع صعب. مدربين بيقولوا الموضوع صعب. لا مش وارد اصلا. مش صعب، بس انا بوجه انا يعني بفسر يعني وجهه نظر حضرتك يعني. لازم نكون واقعيين يعني. انت فاهم احنا برضو لازم نبقى عارفين. طبعا احنا ادينا في كاس العالم اللي فات ده
ادينا مع الفئات اللي احنا نقدر نكسبها. ما هو في العالم كله كاتيجوريز، انت عندك كاتيجوري A B C مظبوط، فما انت النهارده ما ينفعش حد من سي يطلع يكسب فرقتين من A، صعب صعب. في فروقات جسمانيه موجوده، في فروقات سرعه، في فروقات خبرات جوه الملعب، يعني هتعمل جيم مش ما يعني احنا منافس، بس احنا ما نقدرش نكسب. يعني بتوصل لحته معينه مش هتقدر تكسب، لسه ما وصلناش للخطوه دي. احنا المفترض نشتغل على كده، احنا يعني المفترض الدوري العام يكون بيخدم، يعني الاجنده المحليه لازم تكون بتخدم على الاجنده الدوليه. فلازم النهارده ابقى فرص الفرق القوميه ان يكون مفتوح لها مساحات جوه السنه، ان انا اقدر ابقى بلم الفرقه، ما بقاش بلمها كل ايه خمس ست شهور، تعالوا اسبوع، ما ينفعش الكلام ده. يبقى خلاص ما فيش قوام فرقه، وما ينفعش القوام يتغير كل شويه. لازم عندي فريق قومي، هو فريق زي اي فريق، زي فريق نادي، زي فريق اي حته، فريق قومي. الفريق القومي ده عناصر الحقبه الزمنيه دي فيها مجموعه لعيبه متميزه، ده الفرقه القوميه، عارفين بيلعبوا مع بعض ازاي. الباسكت بول لعبه لازم يكون فيها انسجام، يعني بمعنى ان انا وانت لو بنلعب مع بعض في الملعب لازم نكون عارفين لعب بعض. فانا ابقى شايف انت بتروح فين، اكيد يعني طبعا لازم تبقى واخد الحس بتاع لان مش لعبه فرديه. وبعدين ما ينفعش واحد يلعب على خمسه، فالخمس لعيبه بيلعبوا بيأدوا عشان يوصلوا يحطوا باسكت. فالترتيب ده كله محتاج ان يكون مترتب له من بدري. يعني النهارده لما تيجي في اوروبا ولا في اي حته افتح سكادجول بتاع اي دوري هتلاقي الاجنده محطوطه، الاجنده بتاعت السنه محطوطه، انت عارف ان يوم كذا في ماتش كذا، يوم كذا في ماتش كذا، الفتره دي فيها فرق قوميه، الدنيا ماشيه بنظام. احنا ما عندناش ده لسه مع الاسف يعني. فالنهارده برضو بقى طبعا دخل الام بي اي والبال دخلوا في مصر، البطوله اللي بتتعمل كل سنه دي بطوله محترمه جدا. برضو السنه اللي فاتت برضو ما كانش فيها جماهير بالشكل اللي هو يوفي طلبات البال والام بي اي، وشاكرين ليهم ان هم هيعملوها التاني برضو في مصر. الليج بتاعنا بتاع مصر هيتعمل في القاهره، يعني لان النادي الاهلي مشارك فيه. الفاينالات في رواندا كلها، نتمنى برضو ان الاهلي يقدر ان هو ياخد البطوله دي، ان عنده قوام فرقه كويس، فاضل بس المحترفين اللي هيجوا. بطوله زي كده اما بتتفرج عليها في رواندا شوف شكل الملعب عامل ازاي، اما شكل الملعب حضور الجماهيري عامل ازاي، الاجواء عامل ازاي. البال او الاتحاد الافريقي تبع الام بي اي هو سامح بدخول الجمهور عادي البطوله اللي فاتت، كان في ظروف بقى كان في ظروف لجماهير النادي الاهلي هي اللي قطعت البطوله. ده مش مطلوب بقى، احنا عايزين برضو دي حاجه تخص جماهير النادي الاهلي، عايزين برضو ان اي نافذه للاعلام ان نحض الناس على حضور المباريات دي، تعال استمتع، لان مباريات كره السله فيها متعه عاليه جدا جدا. احنا والله ايام البال كنا كل حلقه بنتكلم عليه، الجمهور روحوا شجعوا فريق بيمثل مصر. طبعا هي دي الفكره، زي ما كنا برضو بنحافي الجمهور على الحضور في بطوله الهاندبول، بطوله افريقيا، وما شاء الله كان حاجه مشرفه جدا الحقيقه، كان ومنظر الملعب حاجه مشرفه جدا. احنا ناس جميله خد بالك، يعني طبعا احنا برضو طبعا احنا في مصر نعمل اي حاجه بشكل ممتاز، وجمهورنا بيعرف يفرح طبعا. والله والملعب كان حاجه مشرفه، يعني كان شكل الملعب حاجه مشرفه، الحضور الجماهيري حاجه مشرفه، فرقه الهاندبول كانت حاجه مشرفه. يعني بنبارك لهم طبعا على التاهل للاولمبيك جيمز، ونتمنى لهم الخير في الاولمبيك جيمز. برضو من الالعاب الجماعيه، خد بالك الالعاب الجماعيه صعبه مش سهله طبعا، يعني المنافسه فيها صعبه جدا. هو الهاندبول بصراحه كابتن هاني انا بقول ده المسكن لالام الرياضه المصريه. شغالين بشكل بروفيشنال كويس. شغالين بشكل بروفيشنال كويس، يعني هم النهارده وبرضو يعني فرق معانا النهارده ان في عندنا 8 لعيبه محترفين في خارج البلاد، 9 ولا 9 لعيبه ما شاء الله، يعني خلاص بقى انت ما هو 9 لعيبه ده فرقه مظبوط، فرقه، فالنهارده فرقه بتلعب في اوروبا، فالفرقه اللي بتلعب في اوروبا دي ما هو ده الاجواء اللي بيلعب فيها. طبيعي. انا سالني واحد سؤال يا كابتن، قال لي ليه ما عندناش محترفين في الباسكت؟ انا رديت رد بس لا الباسكت بول بس هقول لك حاجه، واحد زي عاصم مرعي مثلا هم اللعيبه اللي هو برضو عاصم يعني اخذ سكه الاحتراف من بدري، تأقلم واشتغل على نفسه، وعندنا اسماعيل احمد، يعني عندنا مجموعه لعيبه برضو اللي طلعوا من بدري سنه وابتدى دخل في سيستم الاحتراف خلاص بيمشي. احنا اللعيب المصري مؤهل وعنده من الامكانيات البدنيه انه يلعب في اي حته، بس حطه على التراك. النهارده عندنا مجموعه كتيره من اللعيبه راحت بيروحوا امريكا سكولرشيب بيلعبوا في جامعات
بي مش بي مش ايه يعني ما عندناش ولا حد في ايه غير ادم موسى يعني بيلعب في ايه جامعات ما هو جامعات في امريكا فيها اكتر من كاتيجوري ليفلز يعني ف بيتحسنوا بس بعد كده بيتوهوا احنا الهاندبول غير الهاندبول دايما في صله وفي تواصل ويبقى انت عارف هو انت رايح فين وجاي منين ويعني الدنيا عندهم فيها شويه كنترول اعلى وحدود اللعيبه انت عارفهم فين الباسكت لا الباسكت اللي بيطلع من هنا خلاص بيطلع وبعد كده ايه بيبقى مع نفسه فده مش ده الصح انا المفترض يكون عندي الداتا اللعيبه بتاعتي فين واكون انا بتابعهم يعني ايه بتابعهم يعني على تواصل مع مدربينهم على تواصل مع جامعاتهم على تواصل مع السيستم بتاعهم اي لعيب بوتنشال انه يبقى فريق قومي اي حد هيبقى اسمه مرشح انه يخش في الفرق القومية لازم ابقى انا متابعه لو انا مش متابعه خلاص انا ما ببقاش متابعه مظبوط فده اللي بيفرق وبعدين يعني منافسات كرة السلة اقوى يعني برضو الدول اللي بتلعب هاندبول اقل من كرة السلة شويتين يعني احنا الباسكت بول في اوروبا عالي جدا يعني وعندك مدارس كتيرة يعني عندك المدرسة الصربية يعني او هي اكس يوغوسلافيا يعني مثلا كان دول البلطيق ليتوانيا مثلا ليتوانيا من روسيا يعني كل الحتت دي دي ثقافة عندهم ثقافة كرة السلة بس انت خدتنا في حتة تانية كابتن هنكمل بس بعد الفاصل عندنا فاصل كده هنرجع تاني لان الرد بتاعي كان مش عارف ينفع ولا لا ولا صح ولا غلط ولا ايه مش انت حبيبي مش عارف طب حبيبك فاصل ثم نعود رجعنا تاني وكابتن هاني عبد المنعم كابتن نرجع تاني الموضوع ليه ما عندناش محترفين في مصر في كرة السلة السؤال اللي اتسال لي بصراحه يعني انا الموضوع حتى يعني يوقفني شويه كده اشمعنى هاندبول فيها محترفين كتير ده الفولي كمان فيه محترفين بره لا الفولي قليل برضه يعني برضه مش مش كتير الفولي بس قليل. بس بتكلم على يعني الباسكت انا كان ليا رد بصراحه مش عارف بقى انا صح ولا غلط فانا قلت له انت عندك ايه بره يبصوا له انت الكواليتي اللي عندك بتاع اللاعب ايه بره يبصوا له كان في رد تاني برضه كابتن مع يعني قلت له اللاعب هنا في مصر عقده دلوقتي بقى ب 6 مليون و5 مليون و8 مليون صح في عقود كده مظبوط واصلين لغايه 7 مليون هروح احترف اخد معلش انا اسف يعني 1000 دولار 2000 دولار ليه او لان اللعيبه الكواليتي بيحكم عليهم ان هم هيبقى رواتبهم او عقودهم قليله الكلام ده مظبوط ولا وهي وجهه نظر مش لا هو لا بص احنا عندنا لعيبه في مصر تلعب في اي حته خد بالك مظبوط يعني واحد النهارده طب ليه ما بيطلعش يعني انس مثلا عمر طارق الاحكام دي يبقى مين كمان كابتن يلعب يلعب في اي حته جندي يلعب في اي حته يعني عندنا لعيبه مهاريا مؤهلين ان يلعبوا في اي حته تمام عقودهم هنا في مصر مكفياهم وده خلاص هو النهارده يعني هو النهارده حابب ده هو حابب ده ما تقدرش تغيره انما النهارده لازم يبدا بدري يعني النهارده ان الطلوع يكون بدري يعني النهارده انه يمشي في سكه الاحتراف ده لازم يكون بدري انا متاكد دلوقتي لو حد فيهم بيسمعنا دلوقتي هيقول يعني من اللعيبه التقال في مصر اللي انا بحترمهم جدا هيقول يا عم ابراهيم انا جالي عقود ورفضتها علشان البرايس ماني مش او لا بص في اوروبا هتلاقي لعيبه يعني في حدود مثلا ال 3000 يورو بدايه من كده او اقل كمان يعني ما هو بياخد 2000 3000 يورو ده الليفل العادي بتاع اللعيب العادي اللي بيلعب في الدوري العادي تمام بعد كده بتلاقي فلوس كتيره برضو يعني اللي بيلعب في اليورو ليج لا في ارقام يعني بيوصل ل 400,000 يورو في الشهر يعني فاهم بيبقى عقود عاليه بس بتبقى اللعيبه الامريكان هم اللي ايه واخدين الموضوع ده مظبوط فالنهارده القضيه كلها ان اللعيب لو طلع بدري يقدر يشتغل على نفسه يتطور انما لو اللعيب فضل قاعد لغايه سن 30 سنه في مصر خلاص شكرا يعني المنتخبات زمان كان بتعمل الكلام ده انك بتلعب بطولات عالميه وكلام من ده كان ده بيدي لك ان انت ايه نافذه بتروح منها الناس بتشوفك ده برضو
في مصر دلوقتي احنا يعني برضو الدوارينا عاليت شوية بس ما عاليتش بالمستوى اللي حضرك انك انت تلعب في دواري بالقوة اللي في اوروبا. اه يعني هتلعب في دواري بي مش هتلعب في دواري ايه. الجزء اللي زي ما بتكلم فيه حتى لو اللاعب اتوفر له يلعب في نادي درجة تانية درجة تالتة كبداية احتراف مثلا وياخد اي فلوس هيطور نفسه هيقدر يعلى هيقدر بعد كده بمجهود ان هو يلعب في دوريات كبيره. بص دلوقتي بقى في دلوقتي حاجه اسمها الام بي اكاديمي برضو بقى بياخد ولاد من مصر برضو. الام بي اكاديمي دي موجوده في السنغال. هي زي هاي سكول مدرسه بياخد منها اللعيبه اللي بوتنشالي يعني عندهم القدره الجسمانيه وعندهم المهاره متميزه. ده دماغ الام بي اي يعني ان هو بياخد من افريقيا برضو العناصر اللي هي مبشره اللي بعد كده ممكن تصلح انها تلعب في الام بي اي. فبيبتدي يحضرك من اجواء الام بي من بدري يعني من مرحله الهاي سكول. يعني انت بتروح تدرس تمام وبتلعب باسكت بول قاعد اندور يعني بتلعب وقتك كله متقسم كره سله ودراسه. ده فكرة عالي جدا مش قليل بدل ما يرجع بعد كده يشتريك بارقام عاليه. فهو من الاول خالص من اول السطر بيربي ايه بيربيك بيحضر اللعيب ان هو يبقى ايه واصل لحته معينه انه يلعب. طبعا مستوى اللعب مختلف والبال دلوقتي برضو بقى بكل سنه بيدي الفرقه من الفرق اللي شغاله بيديها لعيب من المدرسه دي. تمام يعني السنه اللي فاتت كان في كل فرقه معاها لاعب من يعني احنا عندنا ابن قيدار مثلا موجود في الام بي اي لعب مع فرقه مش فاكر انجولا او ساحل العاج حاجه كده يعني من فرقه الدوري بتاعتهم. وفي لاعب كان في الاهلي في الاكاديميه جه عندنا برضو من يعني بس مش فاكر كان منين يعني. فانا بقول لك هما بيحطوا في كل فرقه ومطلوب انك انت تلعبه يعني مش مطلوب ان انت ايه برضو هو جايبه لك عشان تركنه لا مطلوب انه يشارك عدد دقايق معينه مثلا. عدد دقايق معينه لان ده حاجه كويسه جدا طبعا. ده يعني ده حد بيفكر. طب ما كابتن حلو قوي الفكر ده يعني ده فكر موجود يعني في انديه في مصر بيبقى عامل قطاع الناشئين زي ما تقول قول اعداد كبيره جدا وفي الاخر بيشتري اللعيبه برضو في الكبار يا كابتن بيشتري عدد كبير على فكره مش عدد قليل ما بتجيبش لعيبي دعم. ده مش فكر كويس. انا مش فكر كلامي صح ولا لا؟ ما انا بقول لك ده مش فكر كويس. ده النهارده طيب يعني شرى العبد ولا تربيته ده مش فكر كويس. لسه هقولها بس بقول على طول انا خد بالك. طب انا عندي ناشئين. طب انا ربي لا ما هو ايه دي النظريه. انت حضرتك النهارده انت ابتديت يبقى عندك قطاع ناشئين عشان تعمل بيه ايه؟ انا دايما بقول لحضرتك لازم يكون عندك هدف. انا بعمل الحاجه دي عشان الحاجه الفلانيه. فالنهارده انا ما ينفعش اعمل حاجه من غير هدف. اقول دوري ناشئين. طب دوري ناشئين ده لازم استفيد منه. زي انا النهارده مثلا دوري المرتبط. انا ليا دايما تعليق على دوري المرتبط ده ان النهارده دوري المرتبط ده انت بتلعبه ماشي جميل جدا انك تربط نتائج المرتبط بالفريق الاول بس النهارده ايه الاستفاده ان هو ترتيبا لفوق ازاي. يعني هي النظريه كلها في دوري المرتبط انك بترتب عناصر وبعد كده بترجع تلعب ترتيب تاني. مظبوط. يعني بتطلع الناس من غير بناط. يبقى ايه ان انا خلاص خلصت خسرت المرتبط فاهم ايه الجديد. ما انا مش هياثر عليا هطلع من الثمانيه هلعب في الثمانيه اللي فوق. ونفس الحكايه لو المرتبط او الفريق الناشئين خسرت الماتشين والفريق الكبير كسب. يبقى فريق خلاص طيب. كسب. ما عشان كده بقول لك النهارده برضو فيها لازم يعني. لازم النهارده يكون الهدف بتاعي واضح. ما ينفعش ان الهدف بتاعي يبقى الدنيا مايعه وانا مش عارف انا بعمل ايه. يعني اطلع الناس بنقطهم. طب ما انا لازم اطلع بالنقط عشان يبقى فعلا ال 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 الناشئين ده انا لازم اعمل حسابي لا لازم اكسب لان انا هطلع مش فقط ترتيبا لا انا لازم اطلع ببناطي. تمام. فاطلع ببناطي اكسب. يبقى في التبعيه بتاعت الدوري المرتبط على دوري السوبر يبقى ليها معنى. انما اطلع زيرو يبقى طب احنا عملنا الدوري ده لعبت ليه؟ يعني هو بس الناس رايحه جايه؟ ميزه طبعا ان فرق 16 سنه بتلعب يعني بمستوى الاحتكاك بيعلى وبيلعبوا مع فرق اكبر. وجهه النظر الافضل ان انا اعمل منتخب 16 سنه العب بيه في 18 سنه او العب بيه في 20 سنه يعني اخد فرقه منتخب واحطها في الدوري العام. دي افكار بتبقى مطروحه النهارده يا جماعه عايزين نطور اداء الناس الولاد الصغيرين دول. الولاد الصغيرين بيستفيدوا لما بيلعبوا مع حد اكبر منهم في السن طبعا بس طبعا. غير كده لا
يعني انت النهارده، لا انا مثلا في فروقها بالذات في المرحله السنيه دي 16 17 18 سنه دي، لو انت بتلعب مع حد اقوى منك وجسمانيا اعلى منك بتستفيد، انما لما بتلعب ماتشات كلها سجال سجال في الاخر. يعني النهارده النادي الاهلي مثلا ما خسرش ولا مباراه، ليه؟ عنده مستوى الاجسام عالي وعنده لعيبه فنيات عاليه، هو فرقه سموحه بس اللي كانوا في الدوري المرتبط ده كله، الباقي مفيش استفاده. فده احنا بندور فين الاستفاده، لازم ندور ان لا نقول لدوري المرتبط ده له هدف، الهدف بتاعه ان اطلع ببناطي، فاطلع ببناطي كل الانديه هتهتم انها ايه اللعيبه بتاعتها تبقى مركزه ومدربين مركزين وعارفين ان ده هيبقى الامباكت على دوري السوبر اللي هو الدوري اللي في الاخر كل الناس بتتنافس عليه. طبعا دي كلها مقترحات يا كابتن هاني عشان التطوير، احنا دايما بنطرح يعني الراي والراي الاخر كله في الاخر في مصلحه كره السله بالتاكيد. نتمنى ان الناس تسمع بس ان شاء الله ان شاء الله، دايما يعني النقط الايجابيه نقدر نشتغل عليها ونقدر ان احنا كل الموضوع ان احنا بنقول مقترحات وكابتن هاني بيقول مقترحات وانا معاك، انا معاك في كل المقترحات الايجابيه اللي تطور اي رياضه في مصر بصراحه. مفترض طبعا. كل حاجه لازم يكون لها هدف طبعا، لو طبعا. النهارده انت شغال من غير هدف يعني شغال انك بتعمل مسابقه وبتحشي وقت، طب ده ملوش لازمه. تمام طيب، احنا عندنا يعني لحد دلوقتي طبعا الاهلي ليه ماتش مؤجل والاتحاد بيتصدر ب 11 نقطه، الاهلي ب 10 نقاط دلوقتي. شايف الترتيبه دي ممكن تتغير في مباراه العوده ان شاء الله ولا هتفضل الامور زي ما هي وهيفضل المنافسه برضو اهلي زمالك اتحاد؟ بص هو احنا يعني عشان نكون واقعيين هو الاهلي والاتحاد زي كل سنه يعني، فمع الاسف يعني طبعا الزمالك يعني جاي يعني سبورتنج برضو السنه دي برضو ادى اداء مش بطال يعني، برضو في بطوله المرتبط قدر انه يكسب الاهلي مرتين بقياده كابتن اشرف توفيق طبعا، بس هو في دوري السوبر يعني انا بقول لك ان النادي الاهلي اللي انا شايفه ان النادي الاهلي اعلى من الفرق اللي موجوده مع نادي الاتحاد في نفس الليفل يعني. النهارده مين اللي يقود المباراه وطريقه اللعب الفني داخل المباراه، يعني اللي بيقدر يفرض فلسفته على الماتش بيكسب. ده الاهلي والاتحاد امبارح، مباراه الاهلي والاتحاد امبارح الحقيقه الاثنين المحترفين كانوا مقدمين برضو اداء مش بطال يعني الاثنين المحترفين كانوا مش كانوا مقدمين اداء مش بطال، انما سموحه اللي كمان عمل مفاجاه في المرتبط بوصوله للنهائي عنده فرص ولا الدنيا لسه صعبه برضه؟ كابتن هاني انا ببص على اللعبه دي ميدو ده مثلا يعني ميدو طه من اللعيبه اللي فنياتها عاليه، لو النهارده انت كمدرب ما عرفتش تستغل امكانياته اللعيب ده سريع. انت قلت انا بشوف اللعبه دي عشان مين؟ عشان ميدو طه ولا المحترف؟ عشان ميدو يعني بص ميدو في كل دخلاته مع النادي الاهلي شفت شفت اللي بتاع ابا مين ده جميل يعني معمول عليه دبل تيم بص وبرده سجل ايهاب امكانياته عاليه جدا كلعيب بص هو ايده بعيده عن عن الديفنس يعني هو الناس بس ايه ما بتلمحش الملامح الفنيه في لعب اللعيب، هو ساعات بيعمل حاجات خارج التكست يعني، هو النهارده ساعات بيعمل حاجات بتيجي ايه سالب على الفرقه لان هو في بعض الاحيان بيبقى عايز هو نجم النجم دايما معاه ايه انا النجم فعايز عايز يسجل حط كل كوره واروح بيها للباسكت ممكن يتخبط ممكن حد يعمل عليه ديفنس اقوى سنه الحكام ما بتصفرش بيعمل ساعات اخطاء يعني انفورست ايرورز يعني اخطاء ايه فاهم ما كانش يعني لو كنت بصيتها كان هيبقى افضل، فهو بياخد قرارات في بعض الاحيان بتاعه النجم. ولكن لا نختلف على ان ايهاب امين واحد من اللاعبين اللي عندهم حياه احترافيه كامله مميز هو صراحة. مميز ما بنقولش مناسبه اللعيبه بقى اللي عايش حياته احترافيه في كره السله مثلا الاسطوره كبيرة اسماعيل احمد اسماعيل انت من قبل ما تقول بقول لك اسماعيل ايه اللي بيعمله ده ما شاء الله عليه ربنا يديله الصحه يعني اسماعيل ما شاء الله يعني لسه مع نادي الرياضي كسبانين بطولة دبي يعني اسماعيل سجل كوره في اخر ثانيه كسبتهم البطوله يعني هو كلاعب امكانياته عاليه
جدا جدا قادر يحافظ على نفسه. ما عندكوش حاجه للسمعه كده قبل ما نختم؟ عنده مستمتع. عنده هو 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 بيعيش حياه الاحتراف. خد بالك اسماعيل يعني كمان منظم جدا. يعني هو النهارده برضو لما نتكلم على السن النهارده انه يوصل للمرحله دي وهو ما شاء الله عليه محافظ على نفسه يعني معناه انه بيحط دبل تايم تمرين طبعا. يعني هو النهارده بيدوس على نفسه في التمرين اعلى من اي حد. صح. يعني منظم وقته. هتلاقيه بيصحى الساعة 6 الصبح بيتمرن ساعتين، الساعة 12 بيعمل حاجة تانية، الساعة 6 بيعمل حاجة تانية. يعني هتلاقيه مزستم يومه كرة سلة. فهو عايش حياة ان ده شغله. انت حضرتك جاي الشغل فبتحضر نفسك، بتحضر دنيتك، وبتشوف هو بيحضر نفسه كده. فواصل للحتة دي ان هو اعلى حد محترف. نتمنى نتمنى من كل الناشئين وكل الشباب، احنا حابين نضرب المثال ده في الاخر، الاسطورة اسماعيل احمد طبعا، يشوفوا حياته ماشيه ازاي عشان يقدر ان هو لو مشيته على خطى اسماعيل احمد تلعب لحد 48 سنه. متخيلين 48 سنه؟ هو دي قليله خد بالك، يعني ويؤدي. قليل من الرياضيين هيقدر يوصل للحته دي. لما تيجي يعني مثلا في كره القدم كان روجي ميلا مثلا. مظبوط. روجي ميلا كان واصل ل 50 سنه مثلا في الوقت يا كابتن. بيوصل المخ، الجسم لا ينفذ ما يؤمن به العقل. ده اكيد. لان السن أكيد. بيفرق. ده اكيد السن بيفرق. ولكن ده بيفرق. لما يكون عندي مثال اقدر اشتغل عليه. وبعدين اسماعيل خد بالك كمان لعيب حرفي، يعني النهارده طبعًا. هو النهارده ما بينزلش بقى راح جاي راح جاي راح جاي. بيلعب بده مش بعضلاته. لا مش بعضلاته. يعني النهارده الراجل يعني فنيات عاليه جدا طبعا. وبعدين ايه بالاقل مجهود هو يقدر يبذله جوه الجيم. هو اسماعيل مش هتلاقيه راح جاي راح جاي. لا انا بوجه له تحيه طبعا. الاسطوره اسماعيل احمد كلنا الحقيقه مصر كلها بتوجه له نجم مصر يعني اللي بيمتعنا دايما والمثال الحي على الاحترافيه الصحيحه. كابتن هاني عبد المنعم بشكرك جدا على حلقه النهارده. بسعد بيك انا دايما وانا بسعد بحضرتك والله بتواجد حضرتك معايا. بشكرك جدا حبيبي. بشكرك تسلم. بشكركم اعزائي المشاهدين. في نهايه الحلقه تقبلوا تحياتي. الى اللقاء في حلقات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.